ما صورت دانكن وجربت اشياء جديده من عندهم، ناس كثير قالوا لي جرب الكوفي رول، فانا دحين رايح اجرب. هذا شكلها ريحتها فيها قرفه، فيها قرفه. بسم الله. الصراحة يا جماعة رأيي الصريح فيها انه اسمها كوفي رول، فانا توقعت انه يكون فيها نكهة قهوة. ما فيها نكهة قهوة نهائيا، فيها شوية قرفة مرة قليل، وفيها سكر، فهي عبارة عن او سيرب سكر يعني، فهي عبارة عن دونت عادي محلى شوية وفيه شوية قرفة. لذيذة ما هي سيئة، بس عشان اسمها كوفي رول فانا توقعت، فمخي كان مبرمج اني راح اروح ادوق شيء فيه قهوه، بس ما طلع فيه قهوه، فبس هي لذيذه يعني ما هي سيئه.